نفس الليلة كان في صواريخ مثل المطر عم تنزل على الحي. بحب انه هذا المكان يضل عايش ويبث ثقافة بالقدس، لانه هو جزء من تعريف الاخر وتعريفنا نفسنا احنا بثقافتنا وبالمكان. وكمان لما تقدر تطلع ثقافتك بالمكان بتساهم بوضع علامة وطابع وسيادة بالمكان. فاذا اخذت منك هاي الفرصة اخذت منك السيادة واخذت منك الوجود بالمكان. الحكواتي مش وحده بهاي الأزمة، ولكنه أزمته كبيرة ووجوده مهم وأساسي ويجب أن يبقى يعني وتضل أبوابه مفتوحة، لأنه هو موجود كفعل مقاوم في داخل مدينة القدس، مش بس يعني وجود ثقافي.